هكذا أصبحت بحيرة عانة منخفضا يسلكه المارة بعد أن كانت تفيض بالمياه. شح الإطلاقات والجفاف عقدتان ماثلتان على الرغم من موسم الأمطار الوفير هذا العام. السكان القريبون من البحيرة يشكون ارتفاع نسب الأملاح بعدما وصلت إلى المباني بفعل انخفاض المياه. يعني كانت الوضعية حل تمام، بس من نزل المي حل أثر على المدينة هو وعلى الزراعة وعلى يعني كثير يعني حتى على البناء، يعني على البناء وعلى شو اسمه، يعني قام تطلع المواد الكبريتية. كانت مياه بحيرة عانة مصدرا ترفيهيا لعشرات العوائل في المدن الغربية، أما اليوم فقد خلت البحيرة وقليلون الذين يرتادونها. كنا هنا نجي اكو ماي، هسه بعد ماكو حتى المراجيح. كنا هنا نجي اكو ماي ونلعب كان يخبل، بس هسه ان شاء الله يرجع الماي لان بعد ماكو ماي وان شاء الله يرجع. المزارع تأثرت كذلك، كانت تعتمد على مياه البحيرة ولم يستخدم الفلاحون الأبار الارتوازية سابقا، فيما يتحرك ناشطون بيئيون نحو إقامة حملة لإنقاذ الوضع المائي. نتواصل مع أشخاص ومنظمات وباحثين وناشطين بيئيين حول مجال انخفاض مناسيب نهر الفرات، وبالتالي كان له الأثر السلبي في انخفاض نسبة السواح في مدينة عانة، وكذلك انخفاض نسبة الأراضي الصالحة للزراعة. سنعمل على إنشاء مناصرة إعلامية بالتعاون مع وزارة البيئة لإطلاق حملة واسعة انخفاض مناسيب نهر الفرات. الحديث عن الثروة السمكية في بحيرة عانة أصبح في خبر كان وأخواتها من البحيرات التي شهدت انحسارا قضى على جميع معالم الحياة، والأمل معقود على إطلاقات دول المنبع. نبيل عزام، يو تي في، الأنبار.